مساء الخير مشاهدينا مشاهدي جريدة نيشا الآن من مدينة مراكش. في هذا الأثناء كنلاحظوا بداية أشغال تهيئة وإصلاح طريق الأنطاكي الواقع بمنطقة باب الخميس بمدينة مراكش، وذلك بإشراف مجلس جماعة مراكش. وهذا المشروع اللي يأتي في إطار تحسين البنية التحتية ديال مدينة مراكش، وخاصة في المناطق الحيوية كما كتلاحظوا مشاهدينا. هذه المناطق الحيوية اللي كتضم عدد من المؤسسات التعليمية والمرافق العمومية والصحية بما في ذلك مستشفى الأنطاكي اللي هو من القرب من هذه الأشغال هذو. بادرة اللي استحسنتها ساكنة المنطقة واللي كانت بتعليمات من الأستاذة فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مدينة مراكش، واللي كانت بالقيادة ديال النائب ديالها الأول المكلف بقطاع الأشغال. صراحة شهدت هذه الأعمال واحد الوتيرة متسارعة اللي كتعكس غيرة واهتمام ديال المجلس باش يجعل مدينة مراكش أكثر تطورا وأكثر استدامة، وتتهدف هذه الأشغال إلى تسهيل حركة المرور، بالأخص تسهيل حركة المرور في هذا المحور الحيوي، المحور الذي يخدم عدد كبير من السكان في هذه المنطقة هذه، نظرا لأنه كيربط عدة مناطق داخل المدينة العتيقة. وهذه الأشغال هذه كتشمل تحسين سطح الطريق والتوسيع ديالها وتوسيع الأرصفة، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية المتعلقة بالصرف الصحي لضمان استمرار الخدمة بشكل جيد خلال مختلف الفصول. وهذه الخطوة تعكس التزام مجلس جماعة مراكش برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإعادة توهج المدينة باش تكون في أفضل الحالات ديالها، مع الحفاظ بطبيعة الحال على التراث الثقافي ديال المدينة. وصراحة السكان تاع المنطقة هما فرحانين وعبروا على الامتنان ديالهم على الجهود اللي كيبذلها مجلس جماعة مراكش باش يعطي واحد احسن صورة لمدينة مراكش. وحنا بدورنا ما يمكن لنا الا ننقلوا الصورة كما هي. مدينة مراكش في الآونة الأخيرة عرفت واحد عدة أشغال اللي كانت مشاريع وأوراش كبيرة نجزت فيها بزاف ديال المشاريع، وكان واحد إصلاح كبير في مدينة مراكش، لا من ناحية ديال الطرقان، لا من ناحية ديال الجراجي، لا من بزاف تاع المسائل اللي تدار في مراكش في الآونة الأخيرة. صراحة كما كتشاهدوا مشاهدينا فالأشغال جارية في هذه اللحظات، هذه الناس خدامين على قدم وساق.